هلا انا تزوجت تقريبا 40 يوم، شهر وشوي بس، فقط يعني. وبدك تقولي بس تقريبا اسبوع قعدت بالبيت، الباقي بقى متنقلين من مكان لمكان. بتعرفي يعني سوء الاوضاع ما بيخليك تستقر بمكان واحد. بس لما بعدين قالت لي ماما انه رح نقول لك خبر بس لا تزعلي يعني، فانا كنت قلها شو يعني، شوفي بيتي راح يعني. انا كنت بتمنى كل شيء يروح الا هو يعني، كل شيء بدون استثناء يعني. فلا قالت لي انه مات يعني. ف يعني الله يرحمه، بس لما بيكون شخص بحياتك عم يعطيكي مصدر القوة. انا كان هو يقويني، انا لما كنت اضعف فترة من الفترات اللي لا انت لازم تكوني اقوى من هيك، بتطلع بعيونه وحس نظرة صمود انه نحن مستحيل يصير لنا شيء. بس لما مات حسيت انه انا انعدمت عندي ابسط الشغلات اللي بتخلي الانسان على قيد الحياة، هي الامل. ما بقى في عندي امل انه بكرة احلى، لا كل الايام مثل بعضها. حبيت مصر. انا لما كنت شوف الافلام بالتلفزيون ولما اشوف يعني اقول يا سلام قد ايه حلوه، بس كنت احب اطلع على مصر كسائحه، شنطتي معي، اهلي معي. يعني لما افكر ببلدي اقول امتى بدي ارجع، وارجع له باي وقت انا بدي اياه. ما توقعت بيوم من الايام اني اطلع لاجئه يعني على مصر، مع انه مصر ما حسستنا ولا يوم انه نحن لاجئين. طلع على بلدي وشو عم يصير فيها احداث فما بعرف، بقول واحيانا بقول مطوله مستحيل نقدر نرجع، بس بعدين بقول لا يعني ان شاء الله رح نرجع ورح نعمرها ورح تصير احسن من الاول.